هلا ميسان، محطتنا عن جمعيه اخذت من التعاون شعار لها، جمعيه ايد بايد الخيريه اللي تاسست عام 2007 بمعهد التاهيل المهني للمعوقين بحلب، والتي تعمل على رعايه وتاهيل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. ومن حلب الى دمشق شاركت جمعيه يدا بيد في صناعه المعينات الحركيه، وتم عرض مجموعه شامله من المعينات في جناح الصناعات الهندسيه. لنتعرف اكثر على مشاركتهم بصرنا انه نستضيف عبر الهاتف من حلب السيده زينب خوله، عضو مجلس الشعب ورئيس جمعيه يدا بيد لذوي الاحتياجات الخاصه، وعضو في لجنه الشهداء ومصابي الحرب في مجلس الشعب، وعضو في اتحاد الجمعيات الخيريه. يسعد صباحك. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم من حلب السهداء الى دمشق يا سمير. يا هلا فيكي. يا بالبدايه خلينا نتعرف اكثر من حضرتك عن الجمعيه وبدايتها وبدايه تاسيسها. الحقيقه تاسست بيد في 7/7/2007. الفكره انطلقت من حاجتي انا كام لطفل احتياجات خاصه، ولدت من هون الجمعيه وبلشت بتاسيسها لانه انا كان عندي حاجه ماده لاني ارعى اسمي، وبالحقيقه ما كان متوفر لدينا هيك مراكز تعنى بالاعاقه. فقدرت اسس الجمعيه وابلش من الصفر، وطبعا بتدريب وتاهيل وتعاون مع مؤسسات من دول ثانيه لقدرنا نرتقي بمركزنا، مركز التاهيل، معهد التاهيل المهني للمعوقين جمعيه، الى اخصائيه متعدده ومتميزه. الهدف كان هو الحقيقه حاجتي، ولكن بعد الافتتاح اكتشفت انه هو كان في حاجه اكبر من محمد. صار عندي كثير من الاشخاص من رفقات محمد هم من ذوي الاعاقه بحاجه لهيك مراكز لتدربهم وتاهلهم يكونوا اشخاص مستقلين بالمجتمع. نعم، يعني اليوم هي الحقيقه كانت فكره التاسيس يعني. اها، اليوم انتم مشاركين بمعرض دمشق الدولي، خلينا نحكي اكثر عن مشاركتكم لهذا العام وبالدوره 59. الحقيقة فكرة المعرض كثير كانت مهمة انه نحن نتواجد فيها ونشارك فيها، مو بس نحن، كل السوريين يتواجدوا بالمعرض، ولكن انا بشكل خاص بحكي عن جمعيتي. نحن كثير حبينا نكون موجودين لنثبت للعالم وللشعب السوري وللدنيا كلها انه نحن موجودين وعم نقدر نصنع المنتج المحلي السوري اللي هو المعين الحركي، اللي هو ما نو موجود في سوريا في صناعة سورية لإله. اليوم نحن قدرنا خلال فترة الأزمة نقدر نغطي احتياجات كثيرة، وهلا مشروعنا الجديد كان من ببداية الأزمة طلعت فكرة بحاجة بوقت حصار حلب. وقت حصار حلب ما كان في شيء يوصل لعنا أبدا من المعينات الحركية، فقدرنا من خلال الجمعية وبأشخاص ذوي إعاقة هن يصنعوا ويشاركوا بتسهيل هذا المنتج وتأمينه للشخص اللي عنده إعاقة من جرحى الجيش والمصابين المدنيين خلال الحرب. وقدرنا نطور بعدين هي الفكرة ليصير عندنا المعين الحركي بالنوعية الجيدة والمميز مثل ما هو موجود بالصين أو بغير بلدان. هلا مشروعنا الجديد اللي هو الكرسي المدور كامل من صناعة جمعية دمبيت، يعني صنع في سوريا. حبينا نقول للناس كلهم انه هذا المنتج موجود، تفضلوا لعنا، نحن قادرين نأمنه، ما بقى في حاجه نحن نستورد من برا، صار في عندنا صناعه محليه وباشخاص بنسبه 40% اللي هن بيصنعوا من اشخاص ذوي اعاقه، يعني معاق في خدمه اخيه المعاق. نعم، يعني رسالة وهدف كتير جميل عم تحققها جمعيتكم، انه حتى من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هن عم بيصنعوا، يمكن بيحسوا اكثر بالمنتج اللي عم يقدموه وعم يساعدوا الاخرين. خبرينا اكثر مدام عن اهم المساعدات اللي عم تقدموها والخدمات يلي عم تقدروا توصلوها لذوي الاحتياجات الخاصة. حبيبتي نحن عندنا ثلاث اقسام بالجمعيه، القسم التربوي اللي هو الاطفال من عمر السنه ونص تدخل مبكر الى عمر 14 سنه، بياخذوا فيهم تاهيل تربوي، نطق نفسي حركي انشغالي فيزيائي من ضمن الجلسات اللي بتصير، بنقدم الاطفال اللي قادرين يتطوروا وينتقلوا للمدارس العاديه، بنقدم خدمات الدمج من خلال برنامج بنحضر طفل اللي عنده اعاقه، ما ذنبه هذا الطفل اللي نتيجه الحرب صار عنده اعاقه جسديه وصار على كرسي مدولب، المفروض يكون بالمدرسه مثل اقرانه، فنحن اهلنا كل مدارس بمحافظه حلب بتوزع جغرافي ليقدروا يكونوا هدول الاشخاص الاطفال ذوي الاعاقه قادرين يدخلوا على المدارس العاديه.
القسم الثاني اللي هو القسم المهني، كل شخص من ذوي احتياجات خاصة شاب أو صبية ما قدروا يكونوا هن أشخاص ماشيين بالتعليم بيتحولوا للقسم المهني اللي هو النجارة، الحدادة، لخياطة، التنجيد، واللي هي بتتضمن تصنيع هالمعينات الحركية. بيتدرب الشخص ذوي الإعاقة وبعدين بيحصل على فرصة عمل أما داخل الجمعية وأما خارجها ليقدر يكون شخص منتج مستقل مادياً. القسم التأهيلي اللي هو بيتضمن تعديل المعينات الحركية وتأهيل النطق والنفس الحركي والانشغالي والفيزيائي، مركز متكامل للعلاج الفيزيائي، كل الأشخاص بيقدروا يدخلوا على جمعية ذنبية بيتعالجوا مجانا وبدون أي شيء حتى رمزي، وبيستلموا المعينات الحركية اللي هي أركازات وكرات، كراسي مدولبة، فرشات هواء، هذا كله إنتاج ذنبية. الحقيقة اليوم الخدمات اللي نحن عم نقدمها كثير كثيرة، وكانت يعني بفترة الأزمة اللي هلأ بلشت تنتهي من حلب نحن عدد ضخم، الحقيقة عدد ضخم ينقصنا كثير من الأشياء لنكمل خدماتنا، ولكن قلة التمويل والعدد الكبير اللي عم توصل له المحافظة وغير محافظات طبعا هو اللي خلى عنا ضعف ببعض المواد، مثل مثلا محافظات العجزة، مثل كمان مراكز متعددة للتأهيل. بس هلأ في خبر حلو بحط عن طريقكم أبسطه، أنه جمعية يدن بيد بمساكن هنانو معهد التأهيل المهني للمعوقين بمساكن هنانو رح يرجع من أول وجديد بمستشفى حلبي سوري حبيبي يقدم شيء لبلده سوريا، رح يساعدنا بإعادة الترميم لأنه المبنى مدمر كاملا، ورح يصير في عنا قسم بمساكن هنانو ترجع الحياة لمعهد التأهيل المهني للمعوقين يقدم خدماته. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، وايضا يعني نتمنى انه جمعيتكم تلقى كل الدعم لحتى تقدروا تستمروا بهالرساله وتقدموا كل شيء بيحتاجه كل الاشخاص والشريحه اللي انتم عم تستهدفوها. جميل، وشكرا كثير لكم. انا كثير سعيده الحقيقه انه عم بحكي عن هدول الاشخاص بالاعاقه اللي هم كثروا كثير، واني لازم يكون في توجه من الحكومه ومن المنظمات ومن كل الاعمال الانسانيه، لانه هدول الاشخاص يندعموا جرحى ليش هن مسؤوليتنا، هن برقبتنا، لازم نكون معهم، لازم نكون ايد بايد فعلا لنقدر نساعدهم. هذا الشهيد الحي اللي هو قدم جزء من اعضائه لاعضاء جسمه لبلده، لازم نحن نوقف جنبه، لازم نساعده، لازم نهيئ له حياه كريمه. نحن واجبنا عن جد، انا بتمنى من كل قلبي نكون ايدنا بايد كل العالم ان شاء الله لنقدر نساعد هذا الجريح ونحطه على الطريق الصحيح وما يحتاج لحدا ابدا. ان شاء الله صوتك بيوصل لكل الاشخاص، وان شاء الله هالرساله بتتحقق، ودائما السوريين بيضلوا ايد بايد وبيساعدوا بعض. شكرا كثير لك سيده زينب خوله، وبنتمنى التوفيق لكم وبمشاركتكم بالمعرض وبكل الفعاليات القادمه. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لقناتكم، ويعطيكم الف عافيه. مشكورين كثير. الله يعافيك يا رب.